درة، أهلا وسهلا فيك أول شي بزهرة الخليج. طبعا بالبداية بدنا نعرف عن هذا الموسم الجديد من بنات الملاكمة، يمكن في ناس تابعت المواسم الأولى، شو الجديد بهذا الموسم؟ أول شي I'm happy to see you long time. ثاني شي المسلسل هو كلش حلو بطرحه، يعني دائما احنا تعودنا نشوف المسلسلات العربية أوفر شوي دراما like إنه موت وحياة، لا احنا دا نحكي عن الرياليتي لايف اللي هي احنا نعيشها بالواقع، ومو دائما اكو قرارات صارمة، يعني we can deal with this بشكل كلش عادي، فاحنا دا نسوي الواقع بس نستقطب فئة معينة من المشاهدين which is حلو. دائما المسلسلات تكون تتكلم عن الأسرة ودائما نشوفهم بأعمار كبيرة، فأم هابي إنه أكون من ضمن هذا التيم للسيزن 2، وي نيفر نو يمكن بعد أكو سيزن. بس الحلو إنه التينيجرز هواية تفاعلة ويا المسلسل، سبيشال ويا شخصيتي عايشة، شفت هواية ناس تفاعلة وحتى من كوريا on تويتر. Can you imagine يعني مسلسل عربي يوصل لكوريا؟ كلش حلو، ولأنه هذه تفاصيل الشخصية اللي جذبتهم، هي she is in love with الباند الكوريين like BTS, Blackpink, so she's cool that much. طيب دورة، بس اللي بيشوفك بالمسلسل وبيشوفك على الحقيقة بيشوف فرق كبير، ليه هيدا الفرق بالشكل؟ يعني ليه ما بتحافظي على شكل قريب من شخصيتك؟ أنا بالنسبة إلي صح يمكن هواية فنانين حيعترضون على انه اخلي احدد نفسي بفيجن معينه، وهواي قالوا لي من النجوم اللي اشتغلت وياهم انه كبدايه لازم تكونين تعرفين الناس بشكلك الطبيعي بعدين يو كان تشينج. بس هسه احس انه حلو الواحد يعرف شنو يريد بالتمثيل، انا ما اسوي هالشيء بس على مود الناس تعرفني. I already got this من ال you can see يعني بالسوشيال ميديا، كنت كمقدمه برامج الحمد لله نجمه بالعراق، بس لما اخترت اكون على المستوى العربي بالتمثيل اخترت اكون بعد مميزه، لانه هوايه اكو ناس موهوبه. شنو اللي يميز الموهوب عن الثاني؟ هو شنو اللون مالته كممثل. فاني ماي ايدل از جوني ديب، فاي هوب سو انه ان شاء الله اكون ذات الالف وجه بالشكل والمضمون واللهجه. يعني انا لحد هسه ما حكيت عراقي، ان شاء الله اي هوب سو ان شاء الله. انا كل شيء يعني يهمني احكي عراقي، بس هم بعد اكو اشياء يمكن تنتظرها على مود تكون بشكل احلى وانسب ان شاء الله. بس هيك بدي كمان استفسر منك عن شيء ثاني، انت حققتي نجوميه بالسوشيال ميديا قبل التمثيل، هل ساعدتك هيدا الشيء ولا كنت بتفضلي لو كان بالعكس الموضوع؟ شوف هو الطبيعي انه ما نطلع من بطن امهاتنا نعرف احنا شنو نريد. صحيح، فاني عن نفسي كلش استمتعت بفتره اكتشافي النفسي، و اي ثينك اي هاف مور تو جيف، يعني عندي هوايه اشياء. والحلو ب انه انا متاكده التمثيل هو الشيء الصحيح اللي اختارته يكون إليه كمهنه حاليا، ذات واي تفرغت إليه. بس الحلو بالتمثيل انه انت اي موهبه عندك ثانيه تقدر تساعدك بالدخول لاي كاركتر، if you can sing ممكن تفيدك ككاركتر، if you can تعزف او اي شيء عارضه ازياء موديلينج. I don't know, I look like on social media like fashion, more fashion, not as an actress, but it's part of the game. انه to be بالاضواء وهيك شيء لازم تكون انت مهتم بالفاشن عم تكون مميز. هيدا المسلسل طبعا بنات الملاكمة على شاهد، بس على التلفزيون حنشوفك برمضان، حنشوفك بشي عمل جديد؟ هو I think so, I'm not sure. بس صار اكو عمل جديد من بلدك. من سوريا الغالية. أنا على فكرة أبد ما زرت سوريا قبل، وحزورها إن شاء الله بهذا العمل، وإن شاء الله خير. هذا شيء كلش كبير، huge project. و I'm happy, I'm really glad إنه حكون وياهم for 3 seasons إن شاء الله، يعني على 3 سنوات حتملون من عندي.